السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منورين يا جماعه. النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتعلم سيلف ديفنس، وادام ذكرنا السيلف ديفنس يبقى غالبا قتال شارع. بصوا انا اتكلمت كتير جدا عن الثبات الانفعالي وادراك الموقف، بس الخص لكم الدنيا، طول ما احنا ناس محترمين، ناس مش بتاعت حوارات، ناس لما بتغلط بتقول انا اسف، يعني انا في حالي وبقتصر المشاكل، فالمشاكل مش هتجيلي بنسبه 90%، مش هتعرض لاي موقف يضايقني. لكن لازم تكون عارف ومدرك تماما ان في بعض البشر، واصلا حرام نطلق عليهم اصلا لفظ بشر، هتلاقي في بعض القذرات في الشارع، تمام، لازم تعتبرهم بالظبط زي الكلاب بتهوهو. ولكن في منهم بيحب الاذيه، في منهم يحب يشتمك بوالدتك بوالدك، في منهم يحب يسب لك الدين، انا اسف، في منهم يحب يتعامل معاك عافيه، ايه يا شبح، ايه اصله، يمسكك ويضربك، في منهم كده. فالنوع ده قسما بالله شباب مش هيعرف مقام نفسه غير لما تديله، ومقصدي انك انت بتديله انك تضربه لازم. وده انا بحكي لكم عن مواقف حصلت معايا بشكل شخصي. النهارده ان شاء الله رب العالمين هنتعلم ثلاث ضربات. الثلاث ضربات دول قسما بالله لو ضربه واحده فيهم جت صح في اي واحد لا يفرفر من الالم، والله لا هيكره اللحظة والصدفة اللي شافك فيها. لكن أنا عايزكم توعدوني إنكم مش هتستخدموا الحركات ديت إلا وقت الضرورة والخطر فقط لا غير. وعد؟ وعد، يعني مش أي خناقة تافهة كده أي حد بيعمل لك كده تروح أنت هوب بضرب وموته، لا، ما ينفعش خالص. وقت الضرورة والخطر بس. دايما لازم تكون انسان مظلوم مش ظالم. لازم دايما نحط في اعتقادنا ان الله لا يحب المعتدين. لازم دايما نحط في كياننا ان مهما كانت قوتك تذكر قدره ربنا عليك. حقك الشرعي والقانوني انك تدافع عن نفسك حتى لو تخليه فرفر دم ما دام الشخص ده مهزأ، ما دام قليل الادب. تمام، هنبدا دلوقتي بضربه باليد وضربة بالرأس وضربة بالقدم، وإزاي أتعامل مع أي شخص. طيب ناخد مين تعالى. طيب بسم الله. أول حاجة هنتكلم على حتة الرهبة. يعني أنت ممكن تلاقي الإنسان المتنمر ده أو قليل الأدب، ممكن تلاقي طريقة شكله أصلاً وملامحه غريبة، إيه يا شاب، إيه يا اسطى، إيه مش عارف إيه، يعني ده أنت خليك عارف إنه شارب دراجز، ممكن يكون شارب أي شيء، فأوعى يغرك ملامحه، واخد مثلا بشلة مثلا إيه في وشه مضروب ضربة بموس، أوعى يغرك، تمام؟ ممكن تشوفه تلاقيه مندفع عليك ويقرب منك كده أنت عايز إيه، الحركات اللي إحنا بنشوفها ديت في مواقف الميكروباصات ولا مش عارف فين، فأنت أوعى يغرك الكلام ده إطلاقا، أنت خليك عارف إن هو مجرد إنسان لحم ودم. انسان لحم ودم. بصوا الراجل ده واقف زي الفل ازاي، بص فجاه دلوقتي هقطع لك نفسه ازاي، بص انا لو دوست هيموت. يعني خليك عارف ان الشخص ده ان هو انسان لحم ودم، لو اديته اي ضربه هيفرفر. اسف على المقاطعه يا ناس حلوه، لو حضرتك بتستفاد حتى لو بمعلومه واحده ادعمني بلايك في الفيديو ده، تمام، وكمان لو انت عايز تتابعني على انستجرام، فيسبوك، كواي، تيك توك، هتلاقي كل اللينكات اسفل الفيديو. وكمان لو عايز تتمرن معايا كورس اونلاين شامل النظام الغذائي والمتابعه لحظه بلحظه وكل شيء، راسلني على الواتساب وقول لي يا كابتن عاوز اتمرن معاك اونلاين. يلا بينا نتابع. هنبدا باول ضربه وهي ضربه الهيد بوت، ضربه الروسيه. تمام، لما اجي هضرب فين يا شباب؟ هضرب في الجبهه او في العينين، الأنف، في الأسنان. دي ضربة الروسية. طيب تعال نشوف بس قوة ضربة الروسية. انتوا متخيلين دلوقتي ان ده وشه ورجعت ورا ودخلت كده بالشكل ده، ترجعت ورا ليه؟ ده براسي، متخيلين؟ طيب لما اجي اضرب ضربة الروسية بتاعتي، او لما اجي حد يجي يتخانق معايا ويضربني، رقم واحد هو بيندفع عليك، ايه يا شبح، ايه اصله، يفضل يعمل فيك كده والكلام ده كله. تمام، انت دلوقتي لازم تخلي دايما في خناقات الشارع بالذات لازم دايما تخلي جسمك في مسافة، يعني اوعى تقف كده، لو وقفت كده ممكن يضربك هنا، خليك دايما واقف الوقفة دي الجانبية بالشكل ده. تمام، ودايما دايما في خناقات الشارع يعني الافضل من الصد، لانك انت احنا ممكن تيجي تصد تخش كده يضربني، ممكن برضه دي يوصل لك،
فالافضل ان انا اعمل تدافع، خش كده اكنك تضربني، بصوا بعده بالشكل ده، لكن وانا ببعد بالشكل ده بقى تمام، خير وسيله للدفاع هي ايه؟ الهجوم. تحاول ها اضربني بجد، خش اضربني بجد، شايفين بدفعه وامسكه من هنا، وده الكلام ده في فينتو ثانيه، وامسكه منين؟ من هنا. يبقى انا جسمي ورا، ايدي الاثنين ممدوده، مهما بيضرب مسكته من هنا. مجرد ما انت مسكته بالشكل ده بقى، لما تيجي تضرب ضربه الروسيه ارجع للخلف، لازم تاخد قوه دفع بالشكل ده. ارجع ورا، وانا برجع ورا بقى وانا رايح عليه ما اروحش بوش كده كده انا هتصاب، لا راجع للخلف بالشكل ده و الف راسي بالشكل ده تمام اهو. ها امسك تاني كده في مستوى الوجه تمام، رجعت اهو بالشكل ماسكه مثلا، رجعت ورا وداخل كده بالشكل ده جامد بقوه. طبعا الضربه دي ضربه الروسيه ديت، لو رجعت وضربت واحد اتنين هنا، لو جت في انفه بالسلامه دمرت له العصب الاول، واحده بس لو خدها مش هيشوف الدنيا تاني. اتفضل تعالى معايا، انت اللي تضرب ضربات شوارع، انت داخل عليه تضربه ضرب ايه شارع كده بايدك وبرجلك، وانت بتعمل تدافع وتزقه هتجيب كتفه واضرب. يلا اتفضل اضربه، ها خش، ايوه اهو تدافع، ايوه اضرب اهو، واحد اتنين بس كده، خلاص خلاص خلاص. طبعا لو الضربه جت في زميلنا راجع بجد خلاص بالسلام. نور هنا يا حليم، ايوه اضرب واحد صح، لا لا ما ينفعش اضرب بوش، بضرب بلف دي، لما اجي اضرب الروسيه يا شباب الف الجزء ده، بلف كده بلف الجزء الامامي تمام، اه بلف الجزء ايه ها الامامي، ايوه صح، برافو عليك برافو عليك. يبقى زي ما اتفقنا يا شباب، ما نخافش اطلاقا من شكل الشخص ولا طوله ولا حجمه ولا مهما كان ايه. حلو، يبقى اول طريقه زي ما اتفقنا ان حد بيضربني ضرب شارع بقوه هخش اضرب عليه ما اخافش وافضل كده واكش والكلام ده كله، لا طبعا لازم اتفاعل ايه معاه. السلام عليكم واسف على المقاطعه، لو حضرتك حابب تاخد معايا كورس اونلاين هيكون شامل التدريب والانظمه الغذائيه والمتابعه لحظه بلحظه، يا ريت ترسلني على الواتساب، هتلاقي البيانات اسفل الفيديو، راسلني وقول لي يا كوتش انا عايز اخد الكورس الاونلاين، وان شاء الله نكون على تواصل مع بعض. يلا نكمل، يلا اهو اهو بزق اهو بزقه، مسكته بالشكل ده اهو اهو، واحد اهو اتنين، ودايما وانا بضرب ما اضربش بوشي، لا بضرب بص بلف كده بلف بالشكل ده، لازم اندافع معايا. دي ضربه الهيد بوت او ضربه الروسيه. نيجي لتاني لكمه، طبعا احنا دلوقتي بندي الحركات ديت اي حد يقدر يعملها تفيدك في الشارع، مش شرط تكون محترف فنون قتاليه جامد قوي. نيجي بقى بعدين لضربه البوكس او البانش، بضم ايدي صوابع بالشكل ده الضمه الاولى اهو، ثم بقفل باصبع الابهام تمام، وبضم بقوه. دايما لما اجي بقى اضرب بانش ما ينفعش اضرب من على مدى ايه قريب، لازم اضرب من على مدى بعيد جدا. لما اضرب من على مدى بعيد بالشكل ده هاخد قوه اكبر. ايدي لما اجي اضرب بقى تتفرد، ما تروحش كده يعني اتجاه اخر او منحنيه، لا بخلي ايدي رايحه خط ايه ستريت كده، بضرب حوالي 3 ضربات تمام. وبنستخدم نفس الطريقه اللي بيضربك في الشارع تاني، ممكن بيستخدم معاك الاسلوب الهمجي اللي هو عمال يعمل فيك كده والكلام ده كله، ما تخافش منه ولا تخاف من ملامحه، هو مجرد ها لحم ودم تمام. ها يلا كأنك بتضرب معايا اهو، وانا اهو بالشكل ده قربت منه اهي، بص دايما دايما تخلي فيه تدافع، ده اضمن لك بناء عن تجارب شخصيه، ده اضمن لك. وانا بزق بالشكل ده او مسكت بالشكل ده، ايدي جاي من ورا، ها يلا اضرب تاني اهو، اضرب بجد 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 اهو اهو، بص اهو واحد اهو اثنين، بضرب فين بقى؟ في الانف في العين، ركز ما تخافش. يلا ايه يا عم اضربني يلا بجد اهو، يلا اهو بص اهو بزق اهو بضرب اهو بضرب اهو بضرب بضرب بالشكل ده. عايزكم وانتوا بتعملوا الموضوع مع بعض بجد، يعني اللي يضرب ما يضربش في زميله في وشه، اضرب زي ما في الهواء، لكن وانت بتزق زميلك اهو داخل عليه اكنك داخل بجد، زق بايد رجع ورا وثلاث ضربات في الانف، يلا اتفضل كل اتنين مع بعض، يلا عيش هنا في الشارع بجد في ايه؟ ايوه هو صح، ركز في الوش في الانف، الله ينور عليك، ايوه خش معايا صح برافو ياض اهو ركز ركز ايوه 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 برافو عليك ايوه واحده اصلا لو جيت انا خلاص اصلا خلاص خلاص الروسيه طبعا اقوى، احنا بندي ده وبندي ده بقى بندي ده وبندي ده لكن الروسيه هنا برضه اه يعني يفضل هنا اه يفضل هنا في العين في الجبهه في المنطقه دي كلها تمام اه اه ها اجمع 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 خلاص خلاص
نركز ليه لازم نشتغل بواقعيه شويه؟ لان في الشارع هتلاقي الادرينالين عندك عالي، هتلاقي الادرينالين عندك عالي، وانا بحاول اقول لك اللي بيحصل في الواقع 100%. تمام؟ ومش بقول لك كده من تجارب، لا، اتخانقت خناقات شارع ونزلت في كل حاجه. اغلبهم كانوا بيعملوا حمام على روحهم. انت اقوى وانت افضل، لان هو بيضرب ضرب عشوائي، لكن انت عارف انت هتعمل ايه. فانا عايزك تكون مركز. هتلاقي واخد بشله في وشه وشكله وطوله، ما يهمكش، خش معايا، ده حقك. مش هسيب نفسك تموت زي الفرخه، وتركز في النقطه اللي بقول لك عليها. تمام؟ اخرج لي، اخرج لي، تعال هنا. انا عايزك دلوقتي ايه؟ دلوقتي انت ذات نفسك هتخش دلوقتي كده عليه. ايه يا ده انت كده؟ يعني خش شغل بلطجه يا إيه اللي معاك؟ ايه يا شباب؟ وكانك بتزقه كده وبتضربه. تمام؟ وانت بتزق بايد، وانت مثلا بتزق بايده ورحت مسكته، ادي رصيتين ولكمتين. خش، انا عايزك كانك خناقه شارع بجد، وانت داخل عليك انك بتضرب فيه بجد، بس بتزقه الاول كده. قرب منه يا حليم. لا، ارجع 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 ارجع، انا عايز بالكلام. تمام؟ وقت اللي معاك ياض وكانه داخل تضرب فيه. يلا خش معايا. ها، بلطج بجد، انت بلطجي. ايوه اهو، ايوه اضربه بقى كده، اضربه. ايوه ايوه، ها، واحد اثنين، صح، بيبانش بقى واحد اثنين، عايز اقفله جامد. اقسم بالله انا تخيلت الموقف فعلا حقيقي. بلطج كده عليه. ايه يا زميلي؟ هات اللي معاك بتاع كده. ايوه، ها ركز، ايوه ركز، تعمل ايه؟ برافو، ها، بايدك بقى، بايدك بايدك. ايوه، هي واحد اثنين، نايس نايس، قفلهم. برافو عليك، برافو عليك، الله ينور. لا، انا حاسس ما شاء الله ان انتوا ايه، فعلا هو ده اللي احنا عايزين. احنا يعتبر بنعمل سيموليشن، هي محاكاه للي بيحصل، وبس الفكره في بره الادرينالين تلي عالي شويه معاك، لكن طول ما انا بتمرن هنا مش هيفرق معايا. والله العظيم عن تجارب، اقسم بالله، انا اخر خناقتين بالنسبه لي كانت في شارع الهرم كده. عيال مش تمام، الولد الاول الناس لطشته عشان اسيبه، اقسم بالله، ولا كان عندي الادرينالين عالي ولا اي حاجه. طبعا الادرينالين عندك لما يكون مظبوط دي بتكون كويسه، بس مين بقى بيجيبها لك بقى؟ ازيكم يا احلى ناس في الدنيا. لو حضرتك فعلا شايف انك استفدت حتى لو بمعلومه واحده، اتمنى ان احنا نعمل اشتراك للقناه ونفعل زر الجرس، وكمان هتتابعوا صفحاتي على انستجرام، واتساب، فيسبوك، هتلاقوا اللينكات كلها اسفل. يلا نكمل بقى. ربنا عز وجل بقى لما انت تكون مظلوم، مش هتلاقي نفسك بتترعش وخايف، لا، ربنا احيانا بيديك ثبات كده لان انت عارف عندك الحق، بعكس هو اللي غلطان، هتلاقيه من جواه بيهتز. حلو قوي، نيجي بقى للضربه القاضيه في الحته الفاضيه بقى. رقم 3 بقى، الضربه تحت الحزام. تحت الحزام يعني هنا، طبعا المنطقه هنا كلها اعصاب حسيه شديده، مفيش عضلات، مفيش عظم يحمي المنطقه دي كلها. تمام؟ طب انا لما اجي اضرب، هضرب رجلي مفروده، وممكن اضرب كمان بركبتي، اضرب برجلي مفروده واضرب ايه؟ بركبتي. طيب نشوف الضربه لوحدها. رقم 1، اثناء طبعا هو بيضربك سلو موشن براحه خالص، اهو انا رحت اهو، رحت قربت منه، مسكته بالشكل ده، انا اللي بجيبه عندي، يعني انا مجرد ما مسكته بركبتي داخله جوه. هو طبعا لو خدها خلاص، انت متخيل؟ لو خدها هيصوت اصلا. فانا بقول لك تضربها ازاي. الافضل ان انا امسكه وركبتي اخش بركبتي بقوه جوه، ولما تيجي تضرب ركبتك ما تضربش وترجع كده، لا، اكبس، بص 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 بص، اكبس كده جوه. ممكن ضربتين، كويس قوي ضربتين. الطريقه الثانيه ممكن من على بعد، يعني ازاي؟ انا داخل عليه بمسكه وبضربه، اللي هو داخل ايه؟ بعمل كده في نفس الوقت. طبعا دي اصعب. نقف تاني زي ما انت واقف خالص، زي ما انت واقف. يبقى الطريقه الاولى انا باخد عليا ايه؟ خصمي وبضرب. الطريقه الثانيه هو مثلا بيضربني، ضربني مثلا وانا بس بعدت بالشكل ده، فانا ده ايه؟ بصوا، دخلت عليه كده. لا اما بركبتي او ايه؟ برجلي، بس الافضل بالركبه بتاعتي. حلو؟ طيب نشوف المشهد تاني. هو دلوقتي عمال يضربني ضرب عشوائي، قول لي عايز ايه ومش عارف ايه. يا عم مش عايز اتخانق معاك يا عم، في ايه يا عم؟ اهو بدا بقى يضربني اهو. بصوا بعمل ايه، لحظه، اضربني، يلا اضرب. بصوا بعمل ايه، تدافع، بصوا تدافع تدافع، شايفين عشان حامي وشي وجسمي. ها، اضرب جامد جامد اهو، رحت قربت منه اهو، ضربت واحد اثنين، ها، اضربني وزقني، اضربني وزقني، زقني زقني، مثلا رحت بص، ها، زقني، دخلت عليه اهو، دخلت عليه اهو. الفكره كلها ان انا اعمل فوكس، ان انا مركز، هديله ضربه خلاص،
ممكن اثناء ما بيضربني برضو اعمل خليط. يلا اضرب معايا اضرب معايا اضرب اهو اهو واحد اهو اثنين اهو واحد اثنين اهو واحد. دي اسمها ايه بقى؟ المقاومه. مفيش واحد في الشارع تديله ضربه كده وهيسكت، هتلاقيه بيفرفر معاك وعاوز يضرب معاك. طب لا لا ارجع انا عاوز كلام. خمسة ايوه زقه كده في كتفك وخنقه كده وهات اللي معاك ياض كده بلطك بجد. روح معايا. ايه؟ لا لا انا مجهز. لمسك لمسه خفيفه؟ لا لا بسيطه بسيطه. لمسه بسيطه الحمد لله. خلي بالكم مش عايزكم بس تروحوا بعيد. ماشي ابدا من ورا شويه. ما تستناهوش كده. اه ابدا من هناك. يلا خش تاني. ايوه ها تحت الحزام. ايوه ضربتين طبعا زميلنا لو خدنا دي. هنعكس بقى يلا هنعكس. ها يلا اتفضل. عاوز صوت كده وخنقه كده. هات اللي معاك ياض يا شبح بلطم. نهار ابيض قلبت خناقه شرق بجد. يلا شباب كلنا نشتغل ونعمل التلاته مع بعض.